يقول ما معنى قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، وما معنى مصائب قوم عند قوم فوائده؟ أما قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، والله أعلم أنه يخلق المخلوقات، منها شيء نعلمه ونشاهده ومنها شيء لا نشاهده، كثير بلا نشاهده من علم الغيب أو من عالم الغيب كالملائكة والجن والروح وغير ذلك، أشياء ما نشاهدها وهي موجودة. هذا قول. والقول الثاني ويخلق ما لا تعلمون أنه سيحدث مراكب، لأن الآية في سياق المراكب، أنه سيحدث مراكب جديدة غير المراكب السابقة، كما حصل من الطائرات والسيارات والبواخر وغير ذلك.